من الرياض الخبير في شؤون الإرهاب الدكتور خليل الخليل. دكتور خليل، أهلا بك معنا على شاشة الإخبارية. إذن عملية أمنية استباقية من ضمن سلسلات وعمليات سابقة ناجحة لقوات الأمن، كيف تجد هذا الرصد المستمر لهذه الخلايا الإرهابية دكتور خليل؟ حياكم الله، أحييك وأحيي المشاهدات والمشاهدين في كل مكان، ورمضان مبارك. يؤسفنا أن هذه الخلايا وهذه المنظومات وهذه التجمعات وهذه المجموعات لا تبالي بأوقات الخير ولا تلقي في الحقيقة أي مبالاة بكل هذه الأيام الفاضلة، وإنما هي تعتدي وإنما هي تتبجح بما تقوم به من اعتداءات على الدولة، على الأمن، على من هم من المارة، وعلى من هم من الذين لا علاقة لهم في الحقيقة بترهاتهم. فشكرا لرجال الأمن البواسل، شكرا لأمن الدولة، شكرا لكافة القوات العسكرية والأمنية، شكرا للجميع على الرصد المستمر الواعي المهني الحيادي الذي يأخذ في الحسبان كافة الاعتبارات، الاعتبارات الإنسانية، الاعتبارات القانونية، الاعتبارات التي هي محل الاهتمام من الجميع. فشكرا للقوى الأمنية التي رصدت والتي عرفت مواقع هؤلاء، ثم هي نادتهم في الحقيقة، بمعنى أنها لم تبادر بإطلاق النار، وإنما تلك المنظومات الإرهابية المتشددة المتعسفة التي خرجت على الدولة وخرجت على القيادة وخرجت على القوانين وخرجت على النظم وخرجت على الأعراف وخرجت حتى على سمت أهلها وعلى مذهبها وعلى تقاليد هذه البلاد، وبالتالي جزاءهم لقوا الجزاء المنتظر لهم ولغيرهم، لأن من يحمل السلاح سيدتي الكريمة، من يحمل السلاح على الدولة أو من يقتني السلاح من البداية فهو بلا شك عندما يقتنيه بدون إذن فهو ينوي الشر وينوي الإيذاء وينوي الخروج على القوانين. لذلك ما لقي هؤلاء من أمن الدولة ومن القوات ومن الحرس الحقيقة المخلص حراس هذه البلاد الذين عيونهم ساهرة، فرصدوهم وعرفوا أماكنهم ثم أتوا ليطوقوهم ويحجموا مخاطرهم، فبالتالي لقوا الجزاء الوفاق، وبالتالي الشكر لتلك القوات. ونحن في الحقيقة كنا نود من كل من له مطالب أو من له رأي أو كل من له وجهة نظر أن يبديها للمسؤولين وأن يوضحها للمسؤولين سواء في أمارة المنطقة أو في المحافظة أو أيضا من علمائهم ومن قادة الرأي فيهم، أن يوضحوا مطالبهم وأن يكونوا مواطنين مخلصين وأن يراعوا السلم المجتمعي. نعم دكتور خليل، دعنا نقف على يعني جملة مهمة في هذا البيان، وهي بأن هذه الخلية تم تشكيلها حديثا. إذن هذا يعني بأن هناك جهات خارجية تقوم على التحريض ضد الدولة في الداخل؟ أكيد بأن هناك جهات خارجية، وأكيد بأن هناك محرضين، وأكيد بأن هناك مجندين، وأكيد بأن هناك كذلك مستجيبين. هؤلاء مع الأسف الشديد استجابوا، يعني غيرهم لم يستجب، وربما الأعداد الكبيرة والكثيرة المخلصة الوطنية في المنطقة وفي المحافظة والذين ولاؤهم لبلادهم ولاؤهم لقيادتهم ولاؤهم لمجتمعهم لم يستجيبوا، إنما هذه الأطراف هذه المنظومات التي تشكلت حديثا فاستجابت لي مع الأسف الشديد ما رغبه أعداء هذه البلاد، فهم يتحملون المسؤولية. وتلك الأطراف معروفة لدى القيادات الأمنية ومعروفة لدى الدولة التي تحرض والتي تجند والتي تبحث عن الإيذاء، خاصة في هذه الظروف. ونتوقع في الحقيقة في الأيام القادمة أيضا أن هناك ربما حوادث أخرى باعتبار ما في المنطقة، باعتبار ما يحيط بإيران وتطويقها عسكريا، وباعتبار العقوبات التي على إيران، وباعتبار أن هنالك محرضين مع الأسف الشديد يضمرون الشر لهذا البلاد ويريدون أن يستخدموا شبابا سواء من السنة أو من الشيعة، يستخدموهم من أي مذهب ومن أي منطقة، يستخدموهم من أجل مع الأسف الشديد إظهار قوتهم، ويستخدموهم من أجل أن
أن من أجل أن يبحثوا عن المشاكل في هذه البلاد. لذلك نود من الشباب بشكل عام في كافة المناطق، كافة المحافظات، كافة القرى بدون تفريق أن يعوا هذه أن يعوا واجبهم في هذه المرحلة، وأن يدركوا بأن البلاد اليوم يحطها أعداء. في الجنوب هنالك الحوثة، في الشمال في الحقيقة الشمال هنالك حشود شعبية، في العراق هنالك إيران، هنالك أتباع إيران وأذناب إيران وأذناب كذلك وأتباع بعض الحركات المتعطشة مع الأسف الشديد للفساد والمتعطشة للعنف والمتعطشة للمشاكل. فبالتالي على الجميع أن يدركوا مسؤولياتهم، لكن مهم جدا بأن كذلك الجميع مسؤوليتهم تجاه أمن الدولة وتجاه المسؤولين في الأمن. فنقول وبكل ثقة بأن البلاد مع قيادتها، وأن كافة المناطق، كافة المحافظات، كافة شرائح المجتمع هي تجتمع على القيادة، تجتمع على كلمة واحدة أن أمن هذه البلاد خط أحمر، وأن الولاء كاملا للوطن، وأن الجميع تحت ظل هذه القيادة وهم يرفعون أكفهم بالدعاء في هذه الأيام الفاضلة من يحمي الله، يحمي رب العالمين هذه البلاد، وأن يعين قيادتها، وأن يسدد رجال الأمن وكذلك كافة القوات العسكرية للقيام بواجباتهم. أنا أشكرك جزيل الشكر من الرياض، الخبير في شؤون الإرهاب الدكتور خليل الخليل. شكرا لك دكتور خليل.